بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم يقول تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، أي خلقا باطلا لا حكمة فيه، أو مبطلين عاجزين، كقوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وهو أن يقوم الناس بالحسن في المعتقدات والعبادات والمعاملات. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، ولذلك أنكروا البعث والجزاء على الأعمال، وأخذوا يصدون عن سبيل الله ويبغون في الأرض الفساد، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. قال الزمخشري: ومن جحد الخالق فقد جحد الحكمة من أصلها، ومن جحد الحكمة في خلق العالم فقد كفها الخالق، وظهر بذلك أنه لا يعرفه ولا يقدره حق قدره، فكان إقراره بكونه خالقا فلا إقرار. يعني إما أن الإنسان يكون جاحدا أصلا للخالق عز وجل، وإما أنه يكون مقرا بوجود الخالق لكن يقول هو خلق الخلق بغير حكمة، فهذا يعني متساوي تماما مع الذي يقول لا إقرار، كالذي لا يقر بوجود الله عز وجل. فمن جحد الحكمة في خلق العالم فقد كفها الخالق، يعني كأنه نسب الله إلى العدم، إلى العدم. وظهر بذلك أنه لا يعرف الله ولا يقدر الله حق قدره أن يخلق هذا العالم بدون حكمة، فكان إقراره بكونه خالقا كلا إقرار كالعدم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ قال المهيبي: أي أنترك البعث بالكلية؟ يعني هل يعقل أن يكون هناك بعث ونشور في حين أننا خلقنا السماوات والأرض بالحق وما خلقناهما باطلا؟ أم نجعل، أي أنترك البعث والنشور بالكلية؟ أم نفعل ونجعل الذين آمنوا فسكروا نعمة العقل والكتاب وعملوا الصالحات فسكروا نعمة الأعضاء كالمفسدين، بصرف العقل والأعضاء إلى غير ما خلقت له؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ أي هل نجعل المتقين الذين اتقوا مخالفة أمر الله رعاية لمحبته كالفجار، أي الذين يخالفون أوامر الله ولا يبالون بعداوته؟ أي لا نفعل ذلك ولا يستوون عند الله. قال ابن كثير، يعني بعد تفسير هذه الآية: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يستدل بهذه الآية بدليل عقلي، يستنبط من هذه الآية دليلا عقليا على حتمية البعث والنشور. طبعا أدلة البعث والنشور أدلة كثيرة سبق أن تكلمنا عنها براز، لكن في هذه الآية بالذات يذكر دليلا من أدلة العقل. يقول ابن كثير: وإذا كان الأمر كذلك، يعني أن الله لا يسوي بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين في الأرض ولا بين المتقين والفجار، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع ويعاقب فيها هذا الفاجر. وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء، فإن نرى الظالم البادي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك، ونرى المطيع المظلوم يموت بكنبه، فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يضيق مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا. وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة. ولما نعم، فهذا هو رد الاستدلال العقلي أو استنباط من الآية، أن كما نرى يعيش الإنسان غالبا قاهرا جبارا في الأرض مفسدا في الأرض، وقد يعني تكاثرت يعني ضحاياه الذين ظلمهم وتعلقت حقوقه برقبته، ثم يموت هذا الظالم الجبار المستعن في الأرض، ويموت أيضا المظلوم دون أن يأخذ حقه. فقوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ هل يمكن أن يكون هذه نهاية الحياة؟ يموت هذا دون أن ينتصف دينه، ويموت هذا دون أن يأخذ حقه؟ كلا. الدليل العقلي يدل على أنه لا بد من دار الآخرة
يعني يعاقب فيها الظالم ويرد الحق إلى يعني المظلوم. ولما كان القرآن يرشد إلى المخاطب الصحيحة والمآخذ العقلية الصريحة قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك، أي كثير الخير، مبارك يعني كثير الخير. ليتدبروا آياته قال المهيمن، أي لينظروا في ألفاظه وترتيبها ولوازمها فيستخرجوا منها علوما بطريق الاستدلال. وقال الزمخشري: تدبر الآيات التفكر فيها والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعاني الحسنة، لأن من اقتنع بظاهر المتلوم لم يحل منه بكثير طائل. مجرد التلاوة العابرة بدون تدبر في القرآن هذا يحرم الإنسان من استخراج سلوب القرآن الكريم. وكان مثله مثل الإنسان الذي يقنع بالتلاوة الظاهرة دون نفاذ إلى المعاني العميقة، كان مثله كمثل من له لقحة ضرور لا يحلمها، عنده لقحة واضح يعني تنتج اللبن لكنه لا يحلمها، ومهرة النسور لا يستولدها، مهرة ولودة يمكن أن تنتج له تجمع وذلك لا يستولدها. وعن الحسن قال: قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، حفظوا حروفه وضيعوا حدوده، حتى إن أحدهم لا يقول: والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما يرى للقرآن عليه أثر في خلق ولا عمل، والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، والله ما هؤلاء بالحكماء ولا الوزعة، لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء، اللهم اجعلنا من العلماء المتدبرين وأعذنا من القراء المتكبرين. الحديث العلامة السنسيتي رحمه الله تعالى فصل تفصيلا كثيرا في تفسير هذه الآية الكريمة: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فنستفيد هذا الذي ذكرناه. ثم يقول تبارك وتعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان، بين تعالى في سورة النمل أن سليمان ورث داود، وورث سليمان داود، يعني كما قلنا قطعا أن المقصود بهذا يوم الثلاثاء الماضي، إذا المقصود بهذه وراثة وراثة العلم والنبوة، لا يمكن أن تكون وراثة المال أبدا، إنما هي وراثة العلم والنبوة. نعم العبد إنه أواب، أي كثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، هنا نشرع في قصة سليمان أيضا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طبعا النية أننا نكون معدل أسرع من هذا في الحقيقة بالنسبة للتفسير، لكن هناك يعني مناطق معينة في تفسير القرآن تحتاج لإيضاح، لأننا لا نضمن أن نمر عليه مرة أخرى والله تعالى أعلم، لكن نضطر اضطرارا إلى التوقف عند بعض هذه المناطق لأنه ينبغي التنبيه عليها خاصة إذا ساعت فيها قول كاذب كما فعلنا في قصة داود عليه السلام. نفس الشيء حصل بالنسبة لقصة سليمان. يقول تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه من عفي الصافنات الجياد. العفي هو ما بعد الزواج، إذ عرض عليه من عفي الصافنات الجياد، يعني الصافنات من الخير جمع صافن، وهو الذي يقوم على طرف سنبك يد أو رجل. معناها طبعا الخيل لكل فرس له أربعة قوائم، واضح؟ فالصافن منها فيها قولان: الأول أن الصافن هي القائمة على ثلاث قوائم، وقد أقامت الأخرى على طرف الحافر من يد أو رجل. قال الدجاج: هذا أكثر قيام الخيل، إذا وقفت كأنها تراوح بين قوائمها، واضح؟ قال الشاعر: ألف السفون فما يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كثيرا. بالسين طرح في قول ان الصافن هي الخيل القائمه على ثلاث قوائم، وقد اقامت الرابعه على طرف الحافر سواء من الامام او من الخلف،
هذا ترونه دائما في الخيول يعني واقف على قوام ثلاثة والرابع بيجي واقف على حرف مش واقف متمكن دي مع مستقيم اللي هو واقف على يعني الذي تقوم على ثلاث قوائم لكن الرابعة تقيمها على طرف الحاكم سواء من اليد من أمام أو من غير ماسك الخلق واضح هذا منظر معروف دائما هذا معنى الخلق والزجاج قال هذا أكثر قيام الحيل إذا وقفت كأنها تراوح بين قوائمها يعني بتتريح هذه القائمة التي لا تتكلم عليها الكلام وقال الشاعر ألف السكون يعني هذا الوضع الذي الله فما يزال كأنه مما يقوم على الثلاثة كثيرة ومن كثر ما يقف على الثلاثة كأن إيه الرابعة دي مكسورة واضح؟ قول الثاني أن الصافر هي القائمة سواء كانت على ثلاث أو غير ثلاث قال ابن قتيبة الصافر في كلام العرب الواقف من الخير وغير العالم أي نعم إذا عرض عليه ابن عفي الصافنات البياس البياس جمع جواد وهو الذي يسمع في جهده أو بمعنى الختان جمع جيد إذا البياس إما جمع الجواد لو يسمع في جهده وإما جمع جيد يعني البياس تكون معناها الختان فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب حتى توارت بالحجاب الشعر تعود إلى ماذا؟ تعود إلى الشمس طيب هل هناك في السياق ما يدل على أن المقصود الشمس بهذه الشعر مع أنه لم يجد لها ذكر؟ يعني إنه الأصل ملاقح أن يقدر كلام لا يوجد دليل عليه لكن يصح أن يقدر كلام إذا وجد ما يدل عليه إذا لابد ما دمنا قلنا إن الشعر هنا تعود إلى الشمس لابد أن يكون في السياق دليل يدل على الشمس وإلا لم يصح هذا التفسير فما هو الدليل في السياق الذي يدل على ان حتى توارت اي السنة احسنت بالعشي نعم اذا عرض عليه بالعشي والعشي هو ما بعد الزواج فالمقصود حتى توارت اي السنة بالحجاب مع انه لم يجد لها ذكر لكن يدل عليها قوله بالعشي فيكون المعنى اذا عرض عليه بعد زوال الشمس الصفجات الجاد حتى توارت السنة بالحجاب يعني هذا الاستعراض او العرض العسكري الحلول استمر موجود حتى ايه من الزوال حتى غربت يعني الشمس او توارت بالحجاب نعم فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي اي اثرته عليه عدل عنه للمناسبه المقضيه وقصد التجميل وفائده التجميل اشاره على عروبه اني احببت حب الخير عن ذكر ربي وذكر ربي إما مضاف لفاعله أو لمفعوله قال إني أحببت حب الخير حب الخير الخير هنا معناه المال قال ابن السري الخير المال فيكون بقوله تعالى إن ترك خيرا الوطين وقوله وإنه لحب الخير لكذب فالخير هنا بمعنى المال المال أما المال هنا الذي عبر عنه بالخيل فهو الخيل الذي شغلته أو أنه سمى الخيل خيرا كأن الخيل هي نفسها نفس الخيل لتعلق الخير بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة فصارت الخيل هي الخيل ولذلك سمى سليمان الخيل الخيرة فقال إني أحببت حب الخير يعني حب الخيل إما الخير يعني المال كما قلنا والخيل مال أو أنه سمى نفس الخيل سماها خيرا على حد ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة وروي أنه قال في زيد الخيل حين وقف عليه وأسلم قال ما وصف لي رجل فرأيته إلا كان دون ما بلغني إلا زيد الخير وسماه زيد الخير غير اسمه بدل زيد الخير سماه زيد الخير وسأل رجل بلالا رضي الله عنه عن قوم يستبقون لازم تتسابق عن الخيول فجاء رجل إلى بلال بيسأل عن نتيجة السباق ويقول لبلال من السابق فرد عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الرجل أردت الخيل
فقال وأنا أردت الخير صلى الله عليه وسلم. أيضا فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني حبا شغلني عن ذكر ربي. إذا قلنا إنه عنه بمعنى إيه؟ على إني أحببت عن إني آثرت حب الخيول عن ذكر ربي، يعني آثرت هذا على ذكر ربي، على أساس إن ذكر ربي المقصود به هنا إيه؟ الصلاة، صلاة العصر. حتى توارت الشمس بالحجاب. أي نعم. فقوله حتى توارت بالحجاب أي غرلت الشمس، غرلت الشمس متعلق بقوله أحببت فشبه الشمس بامرأة الحسناء. أي نعم. وباءوا بالحجاب للظرفيه بالحجاب او الاستعانه او المنافسه، والحجاب هو ما يحجبه عن الابصار. نعم. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق. ردوها علي الهاء تعود على الصافنات، الصافنات الخير. ردوها علي وهذا من مقول القول، فلا حاجه الى تقدير قول اخر. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، طفق كان من افعال الفروع. فطفق مسحا بالسوخ والأعناق أي فجعل يمسح مسحا، أي يمسح بالسيف بسوخها وأعناقها، يعني يقطعها. قال ابن كثير ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أن سليمان عليه السلام اشتغل بعرض الخيل حتى فات وقت صلاة العصر، والذي يقطع به أنه لم يتركها عمدا بل نسيانا. لا يمكن أن يقال إن سليمان عليه السلام تعمد تأخير صلاة العصر حتى تغرب الشمس والعياذ بالله، بل هو تركها نسيانا، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر وقال في الحديث ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا أو عليه النار، يعني لم لا عليهم لما شغلوه عن صلاة العصر. ويحتمل أنه كان سائغا في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال، والخيل تراب للقتال. وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعا فنسخ ذلك بصلاة الخوف، ومنهم من ذهب إلى ذلك في حال المسافة والمضايقة. مسافة الاشتباك بالسيوف والاضطراب الشديد من الكفار، بحيث لا تمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود، لا يستطيع أن يصلي بأي حال من الأحوال، يخرج من القتال فيكون يعني معذورا بذلك. كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في فتح تكة، وهو منقول عن مكحول والأوزعي وغيرهما. والأول أقرب، لأنه قال بعد ردوها علي فطفق مسحا بالسوخ والأعناق. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى الأول أقرب لأنه نسيانا لا شغلته حتى يبدأ أن يصلي العصر. قال الحسن البصري قال يا والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك، ثم أمر بها فعُقِرت. كذلك قال قتل ظل يعني يعصرها ويقطع أعناقها لأنها شغلته عن طاعة الله. وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما جعل يمسح اعراق الخيل وعراقي لها حبا لها. وهذا القول اختاره ابن جرير، رجح ابن جرير شيخ المفسرين وامامهم ان المقصود فجعل يمسح، فطفق مسحا جعل يمسح عليها السلام من الترفق بها والتلطف بها والحب الشديد لها، فجعل يمسح عليها. كما هذا هو معروف، يعني اي انسان عنده خيل دائما مرة يعني السائس يلقط الخيل بالمسح على اعناقها او على سوقها. نعم. حبا لها، حبا لها. وهذا القول اختاره ابن جرير، قال لانه لم يكن ليعذب حيوانا بالعصبه، بالعصبه انه يقطع يعني قوائمه، ويهلك مالا من ماله بلا سبب سوى انه اشتغل عن صلاته بالنظر اليها ولا ذنب لها. وهذا الذي رجح ابن جرير فيه نظره، لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا، فلا سيما إذا كان غضبا لله تعالى بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة. ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله عز وجل ما هو خير منها، وهو الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصر، غدوها سهر ورواحها سهر، فهذا أسرع وخير من الخير. روى الإمام أحمد عن ابن قتادة وأبي الدهناء وكان يكثران السفر نحو البيت، قال أتينا على رجل من أهل البادية فقال لنا البدوي أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أعطاك الله عز وجل خيرا منه. وقال القاسمي فطفق مسحا بالسوخ والأعناق
اللي تطلق يمسح السيف بسوقها يعرقب بعضها وينحر بعضها ينحر بعضها في يعني رقبتها أو في عنقه ويعرقب بعضها لأن يقطع قوائمها كسرا لأصنام الناس التي تعبدها بهواها وقمعا لثورتها وقواها ورفعا للحجاب الحائل بينه وبين الحق واستغفارا وإنابة إليه بالتجريد والسر. وقد ذهب الرجل إلى تأويل آخر استقربه قال إن رباط الخيل كان مندوبا إليه في دينه كما أنه كذلك في دين الإسلام. ثم إن سليمان عليه السلام احتاج إلى الغزو فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر بإجرائها كنوع من التجريد لها أو الاستعراض لها يعني نعم. فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر بإجرائها وذكر قال سليمان عليه السلام إني لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب الله وإنما أحبها لأمر الله وطالب تقوية دينه لأن هذه السلام في الجهاد إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي عن هنا بقى من السجون بمعنى إني آثرت على كل سبحان على لكن عن يعني إيه كما تقول يوم ينطق عن الهوى يعني أن هذا الحب صادر ممكن يكون يحب الخير لكن يكون هذا الحب ناشئا عن الرغبة في الدنيا والجاه والمظاهر والرياء وغير ذلك وبس. لكن ممكن المجاهد كحال سليمان عليه السلام يحب الخير الخيول يعني عن ذكر ربي حبا صادرا عن محبة الله عز وجل والجهاد في سبيل الله فإقامة ذكره. فمعنى عن هنا يعني أنه كان يعلن أن حبه للخير ليس ناشئا عن يعني أمر الدنيا وإنما أحبها أو لأجل نصيب النفس وإنما أحبها لأمر الله وطلب تقوية دينه لأن الله يقول وأعد له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير واضح. فالله يحب رباط الخير ويأمر به فكمان سليمان كان يحبه عن ذكر الله وهو المراد من قوله عن ذكر ربه. ثم إنه عليه السلام أمر بإعدائها أمر أن تجري الخيل وتفي بها حتى توارت بالحجاب. فالتاء هنا تعود في هذه الحالة على من؟ على ماذا؟ لا مش على السمس على الخيل قال لهم أطلقوها تجري كنوع من التدريب أو تدفع عن سرعتها أو غير ذلك. فانطلقت حتى توارت بالحجاب لأنها استنقذت في الأفق الخيول نفسها فالأمر هنا يكون على إيه؟ على الخيول نفسها حتى توارت بالحجاب. وهذا ما غابت عن البصر حين توارت الخيول بالحجاب في الأفق قال ردوها علي ردوها علي يعني أعيدوها كرة أخرى علي. ثم أمر الرائدين أن نعيد العبارة من أولها قال الرجل إن رباط الخيل كان مندوبا إليه في دينهم كما أنه كذلك في دين الإسلام. ثم إن سليمان عليه السلام احتاج إلى الغزو فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر بإجرائها وذكر أني لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب الله وإنما أحبها لأمر الله وطالب تقوية دينه وهو المراد من قوله عن ذكر ربي أحبها حبا ناشئا عن ذكر ربي. ثم إنه عليه السلام أمر بإعدائها وتفسيرها حتى توارت بالحجاب أي غابت عن بطره. ثم أمر الرائدين بأن يردوا تلك الخيل إليه فلما عادت إليه فطق يمسح سوقها فأعناقها. والغرض من ذلك المسح أمور: الأول تشريفا لها وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدوان، والثاني أنه أراد أن يظهر أنه في ضبط السياسة والملك يتطلع إلى حيث يباشر أكثر الأمور لنفسه، الثالث أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمر بها وعيوبها فكان يمتحنها ويمسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض. وقال الرجل فهذا التفسير الذي ذكرناه ينطبق عليه لفظ القرآن انطباقا مطابقا موافقا ولا يلزمنا نسبة شيء من تلك المنكرات والمحظورات. يعني هذا القول أقرب ما يكون لفظ القرآن، ما فيش أي شيء من الوخذات التي يمكن أن تؤخذ على القول الأول لأنه فيه يعني يقطع رقابها أو ينحرها ويقطع ويعرقبها ويؤخذ مثل هذا المال والمال لا ذنب له بسبب أنه انشغل به عن الصلاة وغير ذلك من الاعتراضات التي ذكرنا. أما هنا ما يلزم من ذلك أي شيء من هذه الأشياء التي انكرت. نعم. ثم قال الرجل وأنا شديد التعجب من الناس كيف قبلوا هذه الوجوه السخيفة
مع أن العقل والنقل يردها، وليس لهم في إثباتها شبهة فضلا عن حجة. فإن قيل إن الجمهور فسروا الآية بذلك الوجه فما قول كثير؟ فنقول لنا هاهنا مقامان. المقام الأول أن الجائز أن لفظ الآية لا يدل على شيء من تلك الوجوه التي يذكرونها، وقد ظهر والحمد لله أن الأمر كما ذكرناه، وظهوره لا يركاب العاقل فيه. المقام الثاني أن يقال هب أن لفظ الآية لا يدل عليه، إلا أنه كلام ذكره الناس كما قول كثير. وجوابنا أن الأدلة الكثيرة قامت على عصمة الأنبياء عليهم السلام، ولم يدل دليل على صحة هذه الحكايات. ورواية الأحاد لا تصلح معارضة للدلائل القوية، فكيف الحكايات عن أقوام لا يبالى بهم ولا يلتفت إلى أقوالهم، يعني أهل الكتاب؟ والله أعلم. يقول القاسمي وسبقه ابن حزم حيث قال: تأويل الآية على أنه قتل الخيل إذ اشتغل بها عن الصلاة خرافة موضوعة مكذوبة سخيفة باردة. قد جمعت أسانين من القول، لأن فيها معاقبة خيل لا ذنب لها والتمثيل بها وإخلاف مال منتفع به بلا معنى، ونسبة تضييع الصلاة إلى نبي مرسل ثم يعاقب الخيل على ذنبه لا على ذنبها. وإنما معنى الآية أنه أخبر أنه أحب حب الخيل من أجل ذكر ربه حتى توارت الشمس أو تلك الصافنات بحجابها، ثم أمر بردها فطفح مسحا بفوتها وأناقها بيده برا بها وإكراما لها. هذا هو ظاهر الآية الذي لا يحتمل غيره، وليس فيها إشارة أصلا إلى ما ذكروه من قتل الخيل وتعطيل الصلاة. وكل هذا قد قاله صفات المسلمين، فكيف ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيعني واضح يتكلم الإنسان يطمئن طبعا من هذا القول، أن هو ظاهر القرآن فطفح مسحا، المسح أصلا يكون باليد ولا يكون بالإيه؟ بالسيف بالقتل والعقبة. وكذلك هذا القول يلزم منه نفي احتمال أن يكون سليمان ضيع صلاة العصر نسيانا أو اشتغالا بالاستعراض الخير. واضح؟ فإذا تأملت الآن، إذا عرض عليه بالعتيب الصافنات الجائع فقال إني أحببته، ما فيش أي شيء يدل على لا تضيع صلاة العصر، هو مجرد يحدث بسبب حبه لهذه الخيول. إني أحببت حب الخير، حب الخير عن ذكر ربي، حبا صابرا عن ذكر الله وعن محبة الله والجهاد في سبيله، لا صابرا عن شهوة نفس أو يعني طلب دنيا. حتى توارث بالحجاب، حتى توارث بالحجاب. ثم أمر الغائبي الخير ردوها عليه، فالخيول توارث بالحجاب أو الصفرات توارث، ثم قال لهم أعيدوها عليه ثاني، ردوها عليه، فلما رجعت فطرق مسحا بالسوط والأعناق. الأمر لا شك على هذا التفسير لا يلزم منه أي شيء من هذه المنكرات. أي نعم. ثم يقول القاسمي رحمه الله: والذي يستجد أن هذه القصة أشير بها إلى نبأ لديهم، لأن التنزيل الكريم مصدق الذي بين يديه، إلا أن له الهيمنة عليه، فما وقف فيه على حد من أنباء ما بين يديه يوقف عنده ولا يتجاوز. وحينئذ فالقصة المعروفة عندهم التي أشير إليها لكن مع الهيمنة عليها إلا تقبل على علتها. يعني رغم أن القاسم كل يبدو من الأوضاع في قصة لا نعرف تفاصيلها، لكن الحقيقة أن كلام الرازي كلام وابن كلام منطقي جدا وكلام سهل، وهو ظاهر القرآن على الصورة التي ذكرنا. ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى موقفا آخر لسليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفرني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وأيضا هذا الموطن لم يسلم من الإسرائيليات المكذوبة والموضوعة التي يكثر وجودها في كثير من كتب التفسير، مثل قصة الخاتم والكاتم الشيطان لما دخل يعني سليمان عليه السلام الخلاء فترك مع امرأته الجرادة خاتمه ودخل الخلاء، فالشيطان يعني أتاها بصورة سليمان فقال أعطيني الخاتم وأخذ الخاتم. واضح؟ فلما يعني عاد سليمان قال أعطيني الخاتم، فقالت لا أنت لست سليمان، أخذه سليمان. وهكذا أخذ كل الناس يتنكرون لسليمان. قصة أشبه ما يكون بقصة ألف ليلة وليلة، إنه بعد كده إن الخاتم الشيطان حكم هو بدل سليمان وفعل كذا وكذا من الفساد،
بهذا الخاطر، لأن كان إيه ختم في هذا ختم سحري، والنقول سليمان كلها بالخاطر. واضح يعني كلام عبارة عن أساطير وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا ما مناسبة إن شاء الله أيضا مقرر الأسبوع القادم، لكن ما أظن أنه سيكون الكلام فيه كما حصل في الموقفين السابقين. ثم قص علينا الأقوال التي قيلت في عددهم، فقال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فقص القولين الباطلين ووصفهما بأنهم يقولون ذلك رجما بالغيب، لا دليل لهم على هذين القولين. ثم قالت تبارك وتعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، ولم ينكر ذلك القول فدل على أنه القول الصحيح. فهكذا ينبغي أن نثبت نفس هذا المسلك، أن نحاول خاصة في بعض المواضع التي لها حساسية خاصة في تفسير القرآن، وخاصة التي تمس عقائد راسخة ثابتة كالاعتقاد بعصمة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فمن هنا يتأكد بيان الأقوال الباطلة خاصة مع كثرتها وتداولها وتفردها إلى كتب التفسير وعلى ألسنة القصاص الذين يعني يتلاعبون بعواطف الناس عن طريق المبالغة في نقل هذه الإسرائيليات دون تمحيط ودون يعني تحقيق. فإذا معرفة هذه الأقوال الباطلة هو من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. مع شيوع هذه القصص نحن نحتاج إلى بالذات في بعض المواضع في التفسير كما ذكرنا إلى وقفة خاصة حتى وإن طالت، لكن لابد منها، لأنه كما قلنا من قبل لا نضمن أن نمر عليها مرة أخرى. فنحن نجتهد في الاختصار والاقتصاد في دراسة التفسير، لكن في بعض المواضع نحتاج إلى هذا ولا بد منها. هذه السورة سورة صاد، حيث إن فيها ثلاثة مواضع لابد من التفصيل فيها. الموضع الأول قصة الخصمين وداود عليه السلام، وهل أتاك نبأ الخصم إن تسوروا المحراب. الموضع الثاني قصة سليمان عليه السلام، وفيها موقف ثاني. الأول يعني قول تبارك وتعالى إذا عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. الموضع الثاني فيما يتعلق بسليمان عليه السلام، قوله تبارك وتعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفرني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أما الموضع الثالث فهو المتعلق بقصة أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، إلى آخر قصة أيوب عليه السلام. فنحن الآن مع سليمان عليه السلام، الموقف الأول المتعلق بالخير وما حصل معها قد نقشناه بالتفصيل الأسبوع الماضي. أما اليوم فنتناول تفسير ما تيسر مما بقي. يقول تبارك وتعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ولقد فتنا سليمان أي ابتلينا، الفتنة هنا بمعنى الابتلاء، وألقينا على كرسيه جسدا أي جسما مجسدا، كناية عن صمم على ما رووه، وإنما أوثر الجسد عليه إجلالا لسليمان عليه السلام، وإشارة إلى أن قصته إن صحت كانت أمرا عرضا وزال، بدليل قوله تعالى ثم أناب أي إلى ربه بالتوبة والاستغفار. هذا كلام الخاتمي رحمه الله تعالى. ثم أناب أي إلى ربه بالتوبة والاستغفار كما بينه سبحانه بقوله قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قوله لا ينبغي لأحد من بعدي أي لأحد غيري لفخامته وعظمته،
هبة فضل وإيثار امتنان إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قوله فسخرنا له الريح أي فذللناها لطاعته إجابة لدعوته، تجري بأمره رخاء أي لينة سهلة مع شدة وقوة. ولذا وصفت في الآية الأخرى عاصفة، حيث أصاب أي حيث أراد، هذا على سبيل الاختصار. وسنفصل كلمة أصاب هنا بالضبط معناها أراد، أصاب يعني أراد. والشياطين كل بناء وغواص، والشياطين عط على الريح يعني سخرنا الشياطين، كل بناء وغواص أي في قعر البحر. وآخرين مقرنين في الأصفاد أي مسلسلين في الأغلال لا يبعثهم إلى عمل. هذا عطاؤنا فمن أي على من شئت من المقرنين وغيرهم، أو أمسك أي امنع بغير حساب أي غير محاسب على المن والإمساك. أعطاه سلطة مطلقة، فمن أو أمسك بغير حساب يعني لن تحاسب على المن والإمساك، فافعل بهم ما شئت. نعم. والمعنى إنه عطاء جم، معنى كلمة بغير حساب هذا عطاء جم لا يكاد يمكن حصره، فقد يعبر عن الكثير بلا يعد ولا يحسب، فهذا هو معنى قوله بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى أي لقربى في الدرجات، وحسن مآب أي مرجع في الآخرة. قوله تبارك وتعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. نبدأ أولا بكلام العلامة السنقطي رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية الكريمة، يقول عاتب الله نبيه سليمان على عدم قوله إن شاء الله. فالمقصود بكلمة ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، فعاتب الله نبيه سليمان على عدم قوله إن شاء الله في أمر سوف يحصل في المستقبل، كما عاتب نبيه في قوله تبارك وتعالى ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فقد أخرج بل فتنة سليمان بذلك كانت أشد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية على 90 امرأة، وفي رواية 100 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له، وفي رواية قال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته، لو أنه قال إن شاء الله حينما حلم على الطواف يعني أن يطوف عليهن ويرزق منهن أولادا كل منهم يجاهد في سبيل الله، أما لو قال والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته، يعني كان الله سبحانه وتعالى سيحقق له هذا الطلب. وفي رواية ولا قاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح يبين معنى قوله تبارك وتعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، وأن فتنة سليمان كانت بسبب تركه قول إن شاء الله، هذا معنى فتنة سليمان أنه لم يقل إن شاء الله لما حلم، وأنه لم يلد من تلك النساء إلا واحدة ولدت نصف إنسان شق إنسان، وأن ذلك الجسد الذي هو نصف إنسان هو الذي ألقي على كرسيه بعد موته، يعني ولد ولد من امرأة واحدة فقط وولد هذا الولد بهذه الصورة نصف إنسان، فطبعا مات فألقي على كرسيه بعد ما مات وضع على كرسيه وعظا له وتذكيرا له بأن هذه عاقبة أنه لم يقل إن شاء الله لم يستفيد. فهذا معنى قوله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، أي جثة هذا المولود الذي هو شق إنسان.
ثم يقول السنكتي رحمه الله تعالى: كما يذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى: ولقد حكمنا سليمان إلى آخره، من قصة الشيطان الذي أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان وطرد سليمان عن ملكه حتى ولد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له من كان يعمل عنده بأجر مطرودا عن ملكه إلى آخر القصة. لا يخفى أنه ذات لا أصل له، وأنه لا يليق بمقام النبوة، فهو من الإسرائيليات التي لا يخفى أنها باطلة. وقد ذكرنا من قبل أن الإسرائيليات على ثلاثة أنواع: نوع نجزم ببطلانه وهو ما يخالف ما عندنا من العقيدة وما يدين وأصول الدين، ونوع لا نتردد في قبوله وهو ما يوافق، ونوع نمسك عن رفضه أو قبوله وهو الذي لا ندري أن يوافق ما عندنا أم لا. فالظاهر في الآية هو ما ذكرنا، وقد جلت السنة الصحيحة عليه في الجملة، واختاره بعض المحققين، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وأيضا تكلم في هذا الشيخ عبد الله ابن الصديق في كتابه بدع التفاسير، فقال قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، ثبت في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سليمان: لأطوفن الليلة على مئة امرأة كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل نسيانا، أو عرضت له مسألة شغلته، أو رأى أن مذنبه يتمنى أمرا من الخير، فإن الله سوف يخفف له هذا الخير حتى لو لم يمسك من بشيئة. فطاف عليهن جميعا، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق: وأيم الله الذي نفسي بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. قال العلماء: والشق هو الجسد الذي ألقي على كرسيه، وفتنة سليمان كانت بنسيانه المسيئة الاستثناء، فامتحن بهذا وتاب مباشرة بعدما يعني علم سليمان أنه فتن بسبب أنه لم يستثن ولم يقل إن شاء الله، فامتحن بذلك، وذلك أناب وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إلى آخره. وحصل نظير هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد سأله أهل مكة عن قصة أهل الكهف فقال: أجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فأبطأ عنه الوحي 15 يوما. ثم نزل قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والحكمة في هذا أن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يرد المسيئة إليه في كل أمورهم، فإذا غفلوا نبههم بمثل ما هنا. هنا بل إن الله سبحانه وتعالى ذكر المسيئة في فعله، مع أن فعل الله ووعد الله لا يمكن أن يتخلف، لكن يعلمنا أن نتعود على أن نجزم بفعل شيء في المستقبل حتى نقول إن شاء الله. فقال تبارك وتعالى إرشادا لعباده وتعليما لهم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. رغم أن هذا حق وسيقع قطعا، لكن مع ذلك علمنا الله سبحانه وتعالى أن نستكمل إن شاء الله آمنين. وليس لأحد أن يقول: كيف يكون سليمان متزوجا بمئة امرأة وكيف يستطيع الطواف عليهن في ليلة؟ لأننا نقول: ليس بممتنع أن يخص الله سبحانه وتعالى رسوله سليمان بجواز الزواج بمئة امرأة أو أكثر، كما خص أباه داود بذلك من قبل، وكما أباح لرسول الله صلى الله عليه وسلم التزوج بأكثر من أربع نسوة خصوصية له. نعم. يحكي هنا المؤلف بدع التفسير وهو يتكلم يعني عن تأذيب الله إيانا بأن نقول إن شاء الله. حكى قصة قال: حصل لنا مثل هذا أيضا، فقد كنت أدرس المقدمة الآدي الرومية لشقيقي السيد محمد الزمزمي، ونحن بالمركب في طريقنا إلى مصر. وبعد 4 أيام مضت على قيامنا من جبل طارق، لأنه من المغرب، فرأنا في النثرة التي يصدرها قائد الباخرة أننا سنصل الإسكندرية في 5 من صباح اليوم التالي. فحين جلسنا إلى درس الآية الرومية بعد صلاة العصر كالمعتاد،
وكنا وصلنا إلى ظرف الزمان وظرف المكان. فقلت لشقيق المذكور مثلا لظرف الزمان، يعني يشرح له كل مثلا يقول نصل غدا إلى الإسكندرية، يعني بناء على المسافة التي أصدرها قائد الباخرة نصل غدا إلى الإسكندرية. فقال لي شقيقنا الحافظ أبو الفيض قل إن شاء الله. فقلت مداعبا على ما أقولها المسافة قربت، وسبح الإسكندرية لاح على بعد، وفي منتصف الليل هاج البحر وعلت أمواجه حتى كانت الموجة تلف الباخرة لفا وهي تميل وتتأرجح كالقطرة، ونحن لا نملك أنفسنا من دوار البحر، وكانت أمامنا باخرة بعثت إشارة إلى الإسكندرية تستغيث، لكنها غرقت قبل وصول النجدة. ثم رفح الله ووصلنا إلى الإسكندرية في الساعة 12 ظهرا بعد أن رأينا الموت عيانا. وأخبرنا قائد الباخرة أنه قضى في البحر 35 سنة لم يرى فيها عاصفة مثل هذه في شدتها ومفاجأتها، فتأكدنا أنها تأديب من الله تعالى لنا. طبعا القصص في هذا كثيرة، على الأحوال هذا من الأداب المهمة أن الإنسان لا يعني يخبر عن شيء سيفعله فيما يأتي إلا ويقول إن شاء الله. ومن المناسب أيضا أن نؤكد أن كثيرا من الإخوة يعني لأنه بيتعود على الاستثناء يبالغ أحيانا في قضية الاستثناء، حتى إنه لا يذكر الاستثناء بالمشيئة في غير موضع، تقول له ما اسمك؟ يقول إن شاء الله اسمي فلان، إن شاء الله اسمي فلان، مثلا أنت أين تدرس؟ إن شاء الله أدرس في كلية كذا. لماذا أخي يعني هذه لا علاقة لها بالاستثناء، الاستثناء فيما تخبرني عن المستقبل أو شيء يعني ما تقع بنتيجته، لكن أنت متأكد من معرفة اسمك. أيضا من الجهة الأخرى بعض الناس أيضا يستعملون المشيئة كسماعة ليذكروا أو ليعلقوا عليها تكاسلهم أو تفاضلهم أو تفكيرهم. واضح؟ يكون بتتفق مع اتفاق المفروض اتفاق يعني أبيض وأسود، يكون الأمور واضحة جدا، فيقول لك إن شاء الله كذا، وهو يعني إن يفتح ثغرة في الكلام بحيث يكون له خط رجعة إذا أراد أن يعني يكتب كلامه أو يرجع في كلامه أو يراور يعني. فما في ده أبدا استعمال الأداب الشرعية أو سوء استعمال الأداب الشرعية بهذه الطريقة، الاستثناء له موضع واضح وهو الذي أثرنا إليه. يقول أيضا ومن بدع التفاسير ما ذكره كثير من المفسرين أيضا أن سليمان تزوج امرأة أحبها وكانت تعبد الصنم في بيته بغير علمه وكان ملكه في خاتمه، فنزعه عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المسماة بالأميرة، فجاءها جني في صورته وأخذه منها إلى آخره، والقصة سوف يعني نذكرها. وهذه القصة يظهر بطلانها من وجوه، لأن هو يدعون يعني الكذابون الذين وضعوا هذه القصة أن بعدما دخل الخلاء يعني حينما أراد سليمان أن يدخل الخلاء كان ملكه كله في الخاتم. طبعا التفاصيل دي تقريبا كلكم تحفظونها، خاتم سليمان، كلمة خاتم سليمان ده وإنه إذا ضاع يضيع ملكه، هذه الخزعبلات وهذه الأساطير التي أنزل الله بها من سلطانه هي شهيرة ومعروفة جدا، لذلك لازم التنبيه والتنويه على خطر يعني رواية هذه الأشياء. فقالوا إن سليمان لما دخل الخلاء ترك الخاتم مع زوجته هذه، فجاءها بالليل في صورة سليمان وأخذ منها الخاتم، فقعد على كرسيه وعكفت عليه الطير وغيرها، وجاء سليمان في غير هيئته، سليمان تغيرت خلقه في صورة أخرى، وقال أنا سليمان، فأنكره الناس. ثم توصل في هذه القصة الطويلة إلى الخاتم، ولك وجدوا في ضحن السمكة كما تلغيب، فرجع إليه هلك. وهذه القصة طبعا هنا قد ينفر بعض الناس حينما يرى الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر أن سائر رواها في تفسير من طريق المنهال ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقال الحافظ وهذا إسناد قوي، صحيح هو إسناد قوي، صحيح هو إسناد قوي، إسناد قوي إلى من؟ إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن في مثل هذا لا نغتر بقول المحقق أو العالم إن الإسناد صحيح أو قوي، لماذا؟ غايتنا في الأمر بفحص بالنسبة إلى ابن عباس، لكن يكون ابن عباس قد تلقاها عن كعب الأحبار، تلقاها عن كعب الأحبار فهي من الإسرائيليين. وبطلانها يظهر بوجوه، أحدها أن الجني لا يسمى جسدا، وألقينا على كرسيه جسدا، فلا يطلق على الجني إنه جسد لأنه كان حيا، والجسد الذي يلقى
لا يكون إلا ميتا. والخيل على كرسيه جسدا، جسد يعني جثة، فالجميع لا يطلق عليه جسد. فلذلك يكون أقرب التفسير الصحيح الله أعلم أن الذي ألقي على كرسيه هو إيه؟ هو صدق الإنسان الذي ولد من هذه المرأة. نعم. الأمر الثاني أن الجني لا يمكن أن يتطور في صورة نبي ولا يقدر على ذلك، لأن الجني لو كان ممكن أن يتمثل في صورة نبي لك أن تتخيل قدر المفاسد التي تحصل على ذلك، ولك أن تتخيل قدر الإضلال وتحريف الدين وإفساد العقائد والشرائع الذي يترتب على أن يعني يتمثل الشيطان في صورة نبي، بحيث يعني يتعامل مع الناس على أنه هذا النبي. هذا لا يمكن أن يصدق أبدا في حق الأنبياء. ثالث هذه الوجوه، لو جاز للجني أن يأتي امرأة سليمان في صورته ويأخذ منها خاتم ملكه لجاز أن يزني بها وبغيرها من نسائه، وذلك قطعا يبطله العقد والنقل أيضا. رابعها أن الخاتم لو سلم أنه خاتم الملك يذهب بذهابه، فلا يجوز أن يكون خاتم هيئته خاتم هيئته أيضا. يعني حتى الخاتم جدلا لو سلم أن الخاتم ده لو ذهب يضيع ملك سليمان، طيب هل الخاتم لو ذهب كمان شكل سليمان يتغير؟ يصبح صورته صورة الإنسان آخر، مثل يقول له أنت أنا سليمان، يقول لا لا يصدقونه، والشيطان يقول أنا سليمان يصدقونه. هذه يعني أشياء لا يمكن أن يقبلها يعني العقل. فالخاتم حتى لو سلمنا جدلا على حسب هذه الأسطورة أن خاتم الملك فيذهب الملك بذهابه، لكن لا يجوز أن يكون الخاتم أيضا خاتم هيئته، بحيث حين ذهب منه أنكره الناس، وحين رجع إليه الخاتم عرفوه وقالوا نعم أنت سليمان. أساطير وخزعبلة. خامسها أن هذه القصة مع كونها كذبا غير محبوب، هو الذي لفق هذه القصة الزنديق الذي لفقها لم يحبطها. لماذا؟ لأنها قصة خالية من العبرة، قصة خالية من العبرة. والله تعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فأين العبرة من مثل هذا؟ أن القصة كما يعني سنحكيها لكم يعني التفصيل. نعم. قبل أن نذكر هذه القصة بالتفصيل أيضا، يذكر هنا أيضا في جذع التفاسير، يقول رغم أن حقيقة المؤلف فيه بدعة غليظة غليظة جدا، الغماري عبد الله سواء حتى أو أخيها من الفيض فيه بدعة غليظة وشديدة، لكن في هذا الكتاب كما في بعض كتبه يعني من الفوائد ما فيه على عنوانه على السلفية وعلى شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فينبغي أن يحذر مثل هذه الأخطاء. يقول هنا تنبيه، كان المعري إذا ذكر الشعراء أمامه يقول، أو إذا ذكر هو الشعراء يقول قال أبو نواس، قال البحتري، قال أبو تمام، فإذا ذكر المتنبي قال الشاعر، يعني كأنه ما يعترف لأحد بالمقام الشاعر إلا المتنبي، وذلك لإعجابه به. فقيل له يوما لقد أسرفت في وصفك المتنبي، أليس هو القائل بليت بما الأطلال إن لم أخذ بها وقوف صحيح ضاع في الترب خاتمه. طبعا هذا من سوء الأدب، إن صح هذا عن المتنبي فهو سوء أدب مع سليمان عليه السلام، كأنه والعياذ بالله يعرض بسليمان عليه السلام. أي نعم، فهذه جرأة وجهل وعدوان على نبي الله سليمان عليه السلام، كما جهلها أيضا يعني أو كما فعل الحجاج ابن يوسف الثقفي، فإذا تم سليمان والعياذ بالله حاسدا وبسبب أنه قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، إذا فكيف نفهم هذا فهما صحيحا؟ يقول له قيل للمعري أو المعري لقد أسرفت في وصفك المتنبي، أليس هو القائل مليت بلا الأطلال إن لم أخذ بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه؟ يعني عايز يقول إنه وفي لمن يحب أو لمن يحبها، بحيث إنه إذا صار ديارها أطلالا وخرابا يذابا فإنه سوف يقف أمام هذه الأطلال يسترجع يعني ذكريات هذا الحب مثلا، فيقول يدعو على نفسه إن لم أنا أفعل هذا الشيء، فيدعو على نفسه أن يعني يصير مثل الأطلال شيئا باليا قديما. بنيت بلا الأطلال إن لم أقف بها، يعني بهذه الأطلال، وقوف صحيح ضاع في الترب خاتمه. وجود شخص صحيح كثير، لماذا وقف؟ لأنه ضاع في التراب الخاتم الذي يلبسه.
فقيل للمعري كم قدر ما يقف الصحيح على الخاتم؟ قال 40 يوما. فقيل له من أين علمت ذلك؟ فقال سليمان ابن داود عليهم السلام وقف على طلب الخاتم 40 يوما. فقيل له من أين تعلم أنه بخيل؟ قال من قوله تعالى وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وما عليه أن يهب الله لعباده أضعاف ملكه؟ ماذا يضره لو أنه الله سبحانه وتعالى وهب لغيره من العباد أضعاف ملك سليمان؟ قلت قرأت هذا في كتب الأدب التي كتبت عن المتنبيين، وهو يكتمل على خطأين. أحدهما أن سليمان عليه السلام وقف على طلب الخاتم 40 يوما، وهذا الكلام مبني على الخرافة الإسرائيلية التي مر بيان بطلانها. فهذا الاعتقاد أنه وقف عن سليمان طلب الخاتم 40 يوما صار ذليلا في تلك الفترة، لأنه بدون الخاتم لا يسوي ذلك، وقف 40 يوما. هذا أول جرف الهاب المبني عليه هذا الاعتقاد. ثانيهما نسبة سليمان عليه السلام إلى السحر، وهي جراءة صبيحة وإزراء بمقام نبي كريم، وجهل بحكمة طلبه كما جهلها الحجاج بن يوسف الثقفي فسماه حاسبا. وقد برأ الله نبيه سليمان زعم الزاعمين وكان عنده وجيها. فسليمان عليه السلام حينما طلب هذا الملك قال ربي اغفرني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. حينما الحكمة بأن سليمان طلب هذا الدعاء أو هذا الطلب وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ليكون معجزته على رسالته، هو طلب هذا الملك ليكون معجزة ودليلا على صدق رسالته من الله، كما كانت العصا معجزة موسى عليه السلام. والمعجزة لا بد أن تكون خاصة بالنبي لا ينالها غيره، وإلا بطل الإعجاز وبطلت النبوة. وإنما طلب خصوص الملك معجزة. لماذا سليمان عليه السلام بالذات طلب الملك؟ لأن سليمان عليه السلام كان رسولا إلى من؟ إلى اليهود. وما أدرك من اليهود؟ شعب مادي مادي. ولذلك هو لأنه يعرف طبيعة ونفسية هذا بني إسرائيل اليهود لعنهم الله سبحانه وتعالى، وأنه كان أرسل إليهم رسولا، فأراد أن يعني تكون معجزته على صدق رسالته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، لأن المعجزة لا تتكرر لغير الأنبياء. فكان عليه السلام رسولا لليهود وهم عبيد المال وهم خدام الدنيا، يبهرهم بريق الذهب ويخضعهم هيبة السلطان وأبهة الملك، تمردوا على الله وقتلوا أنبياءه فلا ينجع فيهم إلا مثل ملك سليمان معجزا. والدليل على ما نقول أمراني: الأول أن الله سخر له الجن والشياطين والريح وعلمه منطق الوحوش وسخرها له، وهذا لا يتأتى لملك إلا أن يكون معجزا. الأمر الآخر أن الله تعالى أعطاه ما طلب، يعني الله سبحانه وتعالى لم ينكر على سليمان هذا الطلب، بل إن نبينا أيضا محمدا عليه الصلاة والسلام أيضا أقر لسليمان هذا الطلب حينما يعني أمسك الشيطان حتى كان نعابه أو وجد على يده مرضى نعابه، وقال يعني لولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا في سارية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن هذه خاصية لسليمان ذهب الله سبحانه وتعالى إياها. قال الله له سبحانه وتعالى: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ولو كان سليمان عليه السلام صحيحا حسا لم يقل الله هذا في حقه، فالله أطلق يده بهذا الملك، هذه كانت آيته، هذه كانت معجزته، هذا عطاؤنا عطاء الله فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فلو كان سليمان صحيحا لم يقل الله هذا في حقه، ولا قال عنه ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. سبحان الله، كما ترون بني إسرائيل اليهود لعنهم الله كل موضع كما تلاحظون في مدح الأنبياء هم يحولون إلى وسب، كما في داود عليه السلام ذكرنا من 10 أوجه كيف القرآن مدحه، كل الآيات في سياق المدح. والنبي عليه السلام يقول أفضل الصيام صيام داود، ويقول كان داود أعبد البشر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم يأتي هؤلاء الملاعين من اليهود لعنهم الله ويسبون الأنبياء ويخترعون القصص التي تجرح هؤلاء الأنبياء. ففي داود زعموا أنه سكن الساحل من امرأة أوريا أولا، وأن امرأة أوريا هي أم سليمان، انظر إلى شك أنبيائه، فهل نستغرب أن يسبوا نبينا محمدا عليه السلام إذا كان هذا في حق أنبيائه؟ كذلك أيضا في حق سليمان عليه السلام
هكذا كما ترى، انظر كيف يرفع الله شأنه. فمن أولى بسليمان ومن أولى بداود من الآخر؟ لا شك أننا معظم المسلمين أولى الناس بهؤلاء الأنبياء، نحن أولياؤهم، نحن شيعتهم، نحن أتباؤهم. ويعني سليمان الذي يزعم اليهود أنهم يريدون أن يهدموا المسجد الأقصى ليبنوا على أنقاضه هيكل سليمان من جديد، لماذا؟ سليمان لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع رسول الله محمدا عليه الصلاة والسلام، وإلا أن يعبد الله في المسجد الأقصى، لأن هذه رسالة سليمان وهذا دين سليمان وهذه دعوة سليمان. أما ما هم عليه فسليمان بريء منهم، وسليمان لو عاد في زمننا لحاربه بكفره مع وبقي مع المسلمين، واضح؟ وهذا ما سيحصل كما قلنا في حق المسيح عليه السلام. الشاهد يعني من هذا كله سياق واضح تماما انه في تنزيه الانبياء، في رفع مقام الانبياء، في الثناء على الانبياء، فياتي هؤلاء القوم ويعني يعكسون الامور كما ترون. فلو كان سليمان صحيحا مذموما على هذا الدعاء لم يمدح، لم يقل الله له في حقه هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب وان له عندنا لزلفى وحسن مآب، ولا قال عنه ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب. وكيف يمدح الله سبحانه وتعالى رجلا صحيحا وهو الذي قال ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون؟ وكيف يوصف سليمان عليه السلام بالشح وهو والله سبحانه وتعالى قد سمى البخل فحشاء، فقال عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، بالبخل ويأمركم بالفحشاء، وذم البخلاء في غير آية من الكتاب الكريم. إذا هذا يعني مرور عابر على هذا الموضوع. بقي الكلام بشيء من التفصيل في هذه الخطبة التي يذكرون كما يعني ذكر العلامة محمد ابن محمد أبو شهبة عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بأسيوط في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، يقول ومن الإسرائيليات ما يذكره بعض المفسرين عند قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، وقد ذكر الكثير منها في تفاسيرهم نعم ابن جرير وابن أبي حاتم والثعلبي والبغوي وغيرهم، وذكر كل ما وذكر كل ما روي من ذلك من غير تمييز بين الصحيح والضعيف والغث والسمين كما فعل السيوطي في الدور المنصور وكما فعل غيره. قال السيوطي أخرج النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم بسند قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد سليمان عليه السلام أن يدخل الخلاء فأعطى الجرادة خاتمة، جرادة زوجته أعطاها خاتمة، وكانت جرادة امرأته وكانت أحب نسائه إليه، فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها هذه خاتمي فأعطته، فلما لبسه دامت له الجن والإنس والشياطين. فلما خرج سليمان عليه السلام من الخلاء قال لها هذه خاتمي، فقالت قد أعطيته سليمان، قال أنا سليمان، قالت كذا لست سليمان، فجعل لا يأتي أحدا يقول له أنا سليمان إلا كذبه، حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة، فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله عز وجل، وقام الشيطان يحكم بين الناس. فلما أراد الله تعالى أن يرد على سليمان عليه السلام ملك سلطانه ألقى الله في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان، فأرسلوا إلى نساء سليمان عليه السلام فقالوا لهن أيكون من سليمان شيء؟ قلنا نعم، إنه يأتينا ونحن حجب وما كان يأتينا قبل ذلك. يعني كأن الناس أن هذه بقى كانت في زعمهم، يعني في زعم الزنديق الذي ألف هذه القصة، لما أراد الله أن يعيد لسليمان ملكه ألقى في قلوب الناس أن يسألوا نساءه وزوجته هذا السؤال، أيكون من سليمان شيء؟ في شيء جديد تستغربون من سليمان؟ قلنا نعم، إنه يأتينا أن يباشرنا ونحن حجب وما كان يأتينا قبل ذلك. فلما رأى الشيطان أنه قد فتن له ظن أن أمره قد انقطع، فكتبوا كتبا فيها سحر ومكر فدفنوها تحت كرسي سليمان، ثم أثاروها حتى الشيطان خلاص هينكتب، فالشياطين عملوا كتب فيها السحر والمكر وهذه الأشياء وضعوا تحت كرسي سليمان قبل بقى ما يعود الملك لسليمان، الشيطان بيحاول يستثمر الفرصة يعني في زعمهم يعني. فوضعوا الكتب أولا تحت كرسي سليمان ثم أثروها للناس
وقالوا بهذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم. هذا كان سبب قوة سليمان، كتب السحر هذه. فأكثر الناس سليمان، قالوا سليمان هذا كافر. فذلك قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فأكثر الناس سليمان فلم يزالوا يكفرونه، وبعث ذلك الشيطان بالخاتم. قصة في محبوكة، طب إيه اللي خليك نزل عن الخاتم اللي هو سر البنت؟ لا أحس بأنه هو حينكشف الشيطان، فبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر. شوف الصورة، راح بعث البحر رماه في البحر، يعني تلقته سمكة، تلقته وهو في الهواء كده تلقته سمكة فأخذته. وكان سليمان عليه السلام يعمل على سفك البحر بالأرض. سليمان كان في حالة بقى من الذل والهوان، ما حد يعرفه، اضطر يروح يشتغل أجير بعد هذا الملك العظيم، يعمل بالأجر إيه يعني على السفك. فجاء رجل فاشترى سمكة فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم، فدعا سليمان عليه السلام فقال له تحمل لي أو احمل لي، تحمل لي هذا السمك، يعني يشل السمك. ثم انطلق إلى منزله، فلما انتهى الرجل إلى باب داره أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم، فأخذها سليمان عليه السلام فسخ بطنها فإذا الخاتم في ذوقها، فأخذه فلبسه، فلما لبسه كانت له الإن والجن والشياطين وعاد إلى حاله. وهرب الشيطان حتى لحق بجزيرة من جزائر البحر، وكان الشيطان مريبا يطلبونه ولا يقدرون عليه، حتى وجدوه يوما نائما فجاءوا فبنوا عليه بنيانا من رصاص، فاستيقظ فوثق فجعل لا يكب في مكان من البيت إلا أن دار معه الرصاص، فأخذوه فأوثقوه فجاءوا به إلى سليمان عليه السلام فأمر به فنكب له في رخام، ثم أدخل في جوف الرخام ثم سد بالنحاس ثم أمر به فطرح في البحر. فذلك قوله ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناه، جسدا يعني الشيطان الذي كان قد تسلط على سليمان. سبق أن ذكرنا أول بطلان هذا الصورة واضحة كما قلناها من قبل. في قصة أخرى بقى أن كان في شيطان اسمه صخر أو واحد ثاني اسمه آصف أو آصف، وسأل الطائر سليمان قال له كيف تكلم الناس؟ فقال الشيطان أرني خاتمك أخبرني كيف نكتب الناس. فلما أعطاه نبذه آصف في البحر، فساح سليمان وذهب ملكه، وقعد آصف على كرسيه حتى كان ما كان من أمر السمكة والعثور على الخاتم أو الخاتم ورجوع ملك سليمان إليه. وفي بعض الروايات رواية قتادة ومجاهد أن الشيطان لم يسلط على نساء سليمان ومنعهن الله منه فلم يقربهن ولم يقرب له. يقول الدكتور أبو سهبة رحمه الله ونحن لا نشك في أن هذه الخرافات من أكاذيب بني إسرائيل وأباطيلهم، وأن ابن عباس وغيره تلقوها عن مسلمة أهل الكتاب، وليس أدل على هذا مما ذكره السيوطي في الجزء. يعني إلى أن يقول قوة السند لا تنافي كونها إسرائيلية، يقول إن قوة السند لا تنافي كونها مما أخذ ابن عباس وغيره عن الشعب الأحمر وأمثاله من مسلمة أهل الكتاب، فثبوتها في نفسها لا ينافي كونها من إسرائيليات بني إسرائيل وخرافاتهم وافتراءاتهم على الأنبياء. سبق إلى التنبيه إلى ذلك الإمام القاضي عياض في الشفاء، فقال رحمه الله ويصف ما نقله الإخباريون من تشبه الشيطان به وتفلته على ملكه وتفلته في أمته بالجور في حكمه، لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذا، وقد عوقب الأنبياء من مثله. فذلك الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال بعد أن ذكر هذه الإسرائيليات، قال وهذه كلها من الإسرائيليات، ومن أنكرها ما قال ابن أبي حاتم ثم ذكر بسنده نفس هذه الفكرة التي ذكرناها. ثم قال ابن كثير إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قوي، ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما إن صح عنه من أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان، فالظاهر أنهم يكذبون عليه. ولهذا كان في هذا السياق منكرات من أشدها ذكر النساء، من أشد هذه المنكرات ذكر النساء. هذه كلها أكاذيب وتلفيقات، لكن بعض الكذبة من بني إسرائيل كان أحرص وأبعد غورا من البعض الآخر، فلم يتورط فيما تورط فيه البعض من ذكر تسلط الشيطان على نساء يعني سليمان عليه السلام. أما البعض الآخر فكان ساذجا في كذبه
مغفلا في تلفيقه فترك آثار الجريمة بينة وواضحة. سنتيج الحصة كما ترون مهلهل عليه أثر الصنعة والاختلاق ويصادم العقل السليم والنقل الصحيحة في هذا. وإذا جاب للشيطان أن يتمثل برسول الله سليمان عليه السلام فأي ثقة بالشرائع تبقى بعد هذا؟ وكيف يسلط الله الشيطان على نساء نبيه سليمان وهو أكرم على الله من ذلك؟ وأي ملك أو نبوة يتوقف أمرهما على خاتم يدومان بدوامه ويدومان بزواله؟ وما عهدنا في التاريخ البشري شيئا من ذلك. وإذا كان خاتم سليمان عليه السلام بهذه المثابة فكيف ينكر الله شأنه في كتابه الشاهد على الكتب السماوية ولم يذكره بكلمة؟ هل غير الله سبحانه وتعالى خلقة سليمان في لحظة حتى أنكرته أعرف الناس به وهي زوجته جرادة؟ فنبز القصة مهلهل لا يثبت أمام النقص وآثار الكذب والاختلاف بادية عليه. بل إن بعض الرواة تجرأ أو غلط فرفع بعض هذه الإسرائيات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى روي عن بعضهم بسند ضعيف أن رسول الله قال ويجد لسليمان ولد فقال للشيطان تواريه من الموت يعني نريد أن نواريه حتى لا يموت. بعض الروايات قالوا أنه عايز يعلمه يعني يتعلم فين قالوا نذهب به إلى المكره فقال يصل إليه الموت قالوا يصل إلى المغرب قالوا يصل إليه الموت قالوا إلى البحار قالوا يصل إليه الموت قالوا نضعه بين السماء والأرض وفي بعض الروايات فوق السحاب قال نعم ونزل عليه ملك الموت فقال إني أمرت بقبض نسمة طلبتها في البحار وطلبتها في تخوم الأرض فلم أصبها فبين أنا قاعد أصبتها فقبضتها وجاء جسده حتى وقع على كرسي سليمان ان الجسد ده هو ابنه اللي خاف عليه سليمان ورفع صوت السحاب يعيش في السحاب عشان ما يجليش الموت في الارض كلام كله يعني لا يمكن ان يتصور ان هذا يعني يصدر عن النبي يعني ملك الموت فعلا قبض روحه ووضعه على الكرسي بتاعه يعني كدليل اهو لن تستطيع ان تهرب من يعني لابنك من الموت فبيفسروا الايه والقين على كرسيه جسدا يعني جسد هذا المولود. وهذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون من عمل بعض الزنادقة وغلط بعض الرواه. ولا يشك في وضع هذا إلا من يشك في عصمة الأنبياء عن مثله أيضا. والصحيح المتعين في تفسير الفتنة هو حديث الشيخين المرفوع قال سليمان بن داود لأتسنى الليلات على 70 امرأة إلى آخر الحديث. هذا هو المتعين في تفسير الآية وخير ما يفسر به كلام الله هو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بينت بعض الروايات أن الترك كان نسيانا ترك المشيئة كان نسيانا وأن المراد بصاحبه الملك كما جاء في بعض الروايات قال له صاحبه أي بعض الروايات قال له الملك قل إن شاء الله لما قال لأتسنى الليلة إلى آخره. فهذا فيما يتعلق بتفسير هذه الآية الكريمة ولقد فتنا سليمان فألقينا على كرسيه جسدا فتناه يعني امتحناه وابتليناه لأن الفتنة كل إنسان يفتن وكل إنسان يفتل كما قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب يعني بعد وقوع هذا الامتحان كما قلنا بأنه نسي المسيئة وصرف أن يقول إن شاء الله ففتنه الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بأنه يعني أجبه بأنك ما دمت أن تقل إن شاء الله لم تحمل منهم إلا امرأة واحدة والمولود الذي أتى كان صدق إنسان نصف إنسان فكان على وضع له على التسليم جسد يعني بدون روح أو نجس يبين الله أن هذه الفتنة التي افتنه بها امتحنه وابتلاه بها والفتنة لها معاني عدة منها الامتحان والابتلاء ثم أناب يعني بعد وقوع هذه المحنة أناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار ولذلك جاء في الآية الثانية مباشرة قال رب اغفر لي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. نعم بين السنقطي رحمه الله تعالى معنى هذه الآية الكريمة
في سورة الأنبياء. يقول في تفسير سورة الأنبياء: ولي سليمان ريح عاصفة تجري لأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ولي سليمان الريح يعني سخرنا لسليمان الريح. في حال كونها عاصفة، عاصفة يعني في حال كونها عاصفة يعني شديدة الهبوب. يقال عاصفة الريح أي شدت، فهي ريح عاصف وعصوف. نعم. تجري بأمره أي تطيعه وتجري إلى المحل الذي يأمرها به. كما قلنا من قبل إن سليمان عليه السلام لما في قصة الخيول فتصف مدحا بالسوق والأعناق، ردوها عليه فتصف مدحا بالسوق والأعناق، يعني أن الله سبحانه وتعالى كافأه لما يعني مثل كما في الآية إني قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق نفحا بالسوق والأعناق. كفاه الله سبحانه وتعالى بعدما صنع هذا من الإجابة والسيدة في هذه الحديثة، كفاه بدل الخير بما هو أفضل من الخير وما هو الريح تجري رخاء حيث أصاب. فبدل ما نزل أولادنا بالعلاء الدين والسندباد والمخاط السحري الجين في الهواء والكلام ده، هذه قصة سليمان حقيقية لا كذب فيها. كانت تسخر له الريح تجري بأمره وتحميله إلى حيث شاء. نعم. تجري بأمره أي تطيعه وتجري إلى المحل الذي يأمرها به. فما ذكره في هذه الآية من تفسيره الريح لسليمان وأنها تجري بأمره بيّنه في غير هذا الموضع وزاد بيان قدر سرعتها، وذلك في قوله تعالى: ولسليمان الريح غدوها سهر ورواحها سهر، وقوله: أسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. في هذه الآيات سؤالان معروفان. الأول: يقال إن الله وصف الريح المذكورة هنا في سورة الأنبياء بأنها عاصفة، والعاصفة معناها شديدة الهجوم، ووصفها في سورة صاد أنها تجري بأمره رخاء، والعاصفة غير التي تجري رخاء. فالجواب من وجهين: الأول أنها عاصفة في بعض الأوقات ولينة رخاء في بعضها بحسب الحاجة، كأن تعطف ويشتد هبوبها في أول الأمر حتى ترفع البساط الذي عليه سليمان وجنوده، فإذا ارتفعت إذا ارتفع سارت فيه رخاء حيث أصاب. الجواب الثاني ما ذكره الزمخشري، قال: فإن كنت وصفت هذه الريح بالعطف تارة وبالرخاء أخرى فما التوفيق بينهما؟ قلت: كانت في نفسها رخية طيبة كالنسيم، فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في مدة يسيرة على ما قال غدوها سهر ورواحها سهر، فكان جمعها بين الأمرين أن تكون رخاء في نفسها وعاصفة في عملها مع طاعتها لسليمان وهبوا بها على حسب ما يريد ويحتسب. السؤال الثاني هو أنه هنا في سورة الأنبياء خص جريها بكونه إلى الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين. في سورة صاد قال: تجري بأمره رخاء حيث أصاب، حيث أصاب، وقوله حيث أصاب يدل على التعميم في الأمكنة التي يريد الذهاب إليها على الريح، يعني كانت تحمله لأي مكان يريده، في حين في سورة الأنبياء قال إنها كانت تحمله الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فقوله حيث أصاب يعني حيث أراد. قال ابن الأعرابي: العرب تقول أصاب الصواب وأخطأ الجواب. أصاب الصواب يعني إيه؟ مش وصف للصواب. أصاب الصواب يعني هو أراد الصواب فأخطأ الجواب، يعني ما كانش يوقف، هو كان يريد الصواب فأصاب بالضبط، معناها إيه؟ أراد. أصاب يعني أراد، أصاب الصواب وأخطأ الجواب، أي أراد الصواب وأخطأ الجواب. ومنه قول الشاعر: أصاب الكلام فلم يستطع فأخطأ الجواب لدى المصطلين. أصاب الكلام يعني أراد أن يتكلم فلم يستطع فأخطأ الجواب لدى المصطلين. وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصداه ليسألاه عن معنى كلمة أصاب، راح يسألوه عن كلمة أصاب معناها إيه في اللغة العربية، فخرج إليهما رؤبة، فأول ما رآهم قال إيه: أين تفيدان؟ يعني ماذا تريدان؟ فقال: هذه سلبتنا، ورجع. أين تفيدان؟ يعني ماذا تريدان؟ ففهموا أن كلمة تفيد معناها تريد، ها؟
قالوا هذه صفتنا فرجع. فالجواب عن السؤال الثاني فهو أن قوله حيث أصاب يدل على أنها تجري بأمره حيث أراد من أقطار الأرض. وقوله تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين اللي هي أرض الشام، لأن مسكنه فيها وهي الشام، فالمقصود هنا رحلة العودة، لأنه هو بيذهب إلى حيث يعني إيه المركز بتاع الخدمة بتاعت الريح، إيه المركز هو بلاد الشام الأرض التي باركنا فيها العالمين. فطبعا يرسلها سليمان إلى حيث شاء، يعني من حيث أصاب، يعني من أقطار الأرض، لكن لا بد أن تعود إلى يعني مع الفرق في المثال، يعني أي شركة طيران بيكون مركز انطلاقها ايه؟ عاصمة الدولة اللي تخرج منها، لها ما تروح شرق غرب لازم ترجع ايه؟ للمركز. فكأن الريح اي مكان تذهب الا بد ان ترجع الى محل ملك سليمان. اذا يحمل قوله رخاء حيث اصاب في حالة الذهاب، وقوله الى الارض التي باركنا فيها في حالة الاياب الى محل السكنى، فانفكت الجهة فزال الاشكال. يعني اذا ما فيش اشكال، لان ما فيش تعارض، لان رخاء حيث اصاب المقصود بها في حاله الذهاب اللي هي ايه من مشارق الارض ومغربها، وقوله الى الارض التي باركنا فيها برحله الايه حاله الاياب الى محل السكنى، فالجهه هنا غير الجهه التي فلا يمكن ان يقع تعارض بينهما. يقول تبارك وتعالى فسخرنا له الريح تجري لأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنذ أو أمسك بغير حساب. هذا عطاؤنا كما قلنا أي على من شئت من المقرنين وغيرهم، فامنذ أو أمسك أي امنع بغير حساب، يعني افعل ما تشاء غير محاسب على المن والإمساك. فالمعنى انه عطاء جم لا يكاد يمكن حصره بغير حساب. نعم. وان له عندنا لزلفى وحسن مآب، اي لقربى في الدرجات وحسن مآب اي مرجعا في الآخرة. ذكر ايضا القاسمي رحمه الله تعالى هنا تنبيها يقول روى الاثريون هنا خاصة مطولة ومختصرة مؤتلفة ومختلفة. قال ابن كثير وكلها متلقات من اهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه السلام، فالظاهر أنهم يكذبون عليه، ولهذا كان في سياقها منكرا. وتقوية ابن حجر لبعض منها لأنه أخرجه النسائي بإسناد قوي لا عبرة له، فليس المقام قاصرا على صحة السند فحسب، لو كان ذلك في الصحيحين فأنا بمروي غيرهما. وذكر الرازي أن القصص المروية هنا هي لأهل الحشو من تأويلهم، واما اهل التحقيق فلهم تاويلات وقد فاقها فانظرها. وقال الامام ابن حجر معنى قوله تعالى ولقد فتنا سليمان اي اتيناه من الملك ما اختبرنا به قرعته، فتنا سليمان اي اتيناه من الملك ما اختبرنا به قرعته، كما قال تعالى مصدقا لموسى عليه السلام في قوله ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. يفهم من هذا أن الفتنة قد تكون ضلالا لبعض الناس وقد تكون الفتنة هداية للناس آخرين، لأن الفتنة معناها الاختبار والامتحان والابتلاء. واضح؟ حتى في اللغة عملية الفتن، الفتن هي إيه؟ أن يدخل الذهب الخام في الفرن لينصهر، فإذا انصهر تنفصل عنه السوائل عن الذهب الإيه؟ الخام. وذلك يقال دينار سفين يعني محروق او الذهب خالص. وهذه هي الفتنة كما قالوا في الامام احمد ان احمد ادخل الكير فخرج ذهبا احمر، يعني وقع الله شأنه بالمحنة التي تعرض لها. فهي الكلمة الفتنة هنا لا يشترط الاستثناء على الجمع، لكنها كما قال تعالى ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه، كل انسان يبتلى مؤمن او كافر، بل اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. وقال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فكل الناس أيضا يفتنون. فقوله هنا ولقد فتن سليمان لماذا يحمل على يعني احتمال لا يليق بالأنبياء؟ لا، فتن اختبرناه بالملك الذي أتيناه إياه، هذا كلام ابن حجر. كما قال تعالى مصدقا لموسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، إذ من الفتنة ما يهدي الله بها من يشاء.
فقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذه الفتنة هي الاختبار حتى يظهر المهتدي من الضال. فهذه فتنة الله تعالى لسليمان إنما هي اختباره حتى ظهر فضله فقط. وما عدا هذا فخرافات ولدها زنادقة اليهود وأشباههم. وأما الجسد الملقى على كرسيه فقد أصاب الله تعالى به ما أراد. يؤمن بهذا كما هو ونقول صدق الله عز وجل كل من عند ربنا. ولو جاء نص صحيح من القرآن أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير هذا الجسد ما هو لقلنا به. فإن لم يأتي بتفسيره ما هو نص ولا خبر صحيح فلا يحل لأحد القول بالظن الذي هو أكذب الحديث في ذلك فيكون كاذبا على الله عز وجل. طبعا يعني المحل يقول لا يوجد نص لا في القرآن ولا في السنة، لكن كما ذكرنا من قبل بعض العلماء يحمل أن الفتنة كانت في هذا في أنه حلف ولم يقل إن شاء الله إلى آخر ما صدرنا به الكلام وهو أقرب الله تعالى أعلم. يقول ابن حزم إلا أننا لا نشك البتة في بطلان قول من قال إنه كان جنيا تصور بصورته، بل نقطع على أنه كذب. والله تعالى لا يهتك ستر رسوله عليه السلام هذا الهتك. وكذلك نبعد في قول من قال إنه كان ولدا له أرسله إلى السحاب ليربيه. فسليمان عليه السلام كان أعلم من أن يربي ابنه بغير ما طبع الله عز وجل بنية البشر عليه من اللبن والطعام. لو له ابن هيتربى زي كل مولود في الدنيا، إنما يطلع في السحاب ومعرف إيه ربيته السحاب، هذا كلام يعني لا يعقل. وهذه كلها خرافات موضوعة مكذوبة لم يصح إسنادها قط. انتهى كلام ابن حزم. وزعم الخاتمي أن حكاية الجني والخاتم مع سليمان هي من موضوعات حكماء اليهود كسائر ما وضعت الحكماء في تمثيلاتهم من حكايات أبتال وسليمان.